مساكم الله بالخير. استمرارا في الإنجازات الأمنية التي حققها رجال الداخلية، صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه أثناء قيام قوات الأمن بتنفيذ مهامها في متابعة وتعقب المطلوبين أمنيا الذين اتخذوا من المنازل المهجورة والتي تم إخلاؤها من مساكنها بحي السورة ببلدة العوامية ضمن مشروع تنموي تطويري، مما جعلوها أوكارا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإرهابية. فقد تعرض رجال الأمن عند الساعة 9:30 من صباح يوم السبت 12 من جماد الثاني لعام 1438 للهجرة، تعرضوا لإطلاق نار كثيف بحي المسورة من مصدر مجهول، مما استجوب التعامل مع الموقف وفقا لمقتضياته، حيث أسفر ذلك عن إصابة المطلوب للجهات الأمنية وليد طلال علي العريض، ونقل على إثرها إلى المستشفى وتوفي لاحقا، فيما لم يتعرض ولله الحمد أحد من رجال الأمن لأي أذى.